راح بيه يسير. اسمعني ياسين، سيبون فرير. ياسين اي جوار يجي يعمل له هكا راه كلهم ديما هكا فضحتك فرير. بعد اول عباد يسبوا هذوك هما يتخانقوا بعد يسبوا في الجوار فوالا هذوما هم. ياسين مرحبا يا سيدي. وبيك عايش. نسالوك الساعه على سياقك شنو احوالها الساعه قبل كل شيء؟ الحمد لله عندي اموا من عملت اوبيراسيون الحمد لله ماشي تحسن وان شاء الله لاباس. ان شاء الله يا ربي باللطف عليك. بلاصتك ظاهره في المنتخب الوطني التونسي. تم بعد نرجع نحكيو باكثر ديتاي انترفيو باش يكون 100% كره. ما قبل يلزمنا ضحكه مزيانه نبداو بها هكا. اكيد اكيد. هذاك علاش تستقبلوا معنا اشرف الماي. عسلامه ومرحبا بكم في تونس. نادى الاربعه شنو اللي قاعد يصير في البلاد؟ قال الراجل من دروش بلاد تسكر العشرة وين ماشيين الله أعلم. شوفوا مع بعضنا تقرير أشرف المال. يا حليل يا حليل يا ولدي سيبني متمرد أنا برجولي يا أخويا بجاه ربي جيتكم برجلك. تحبوا تقتلونا؟ قتلونا يا أخويا قتلونا. تحبوا تقتلونا؟ قتلونا. من الابتدائي شديتون زرق ضد البوسفير زرق ضد الرمد زرق البوزقار زرق الحسبة زرقنا للي ولينا مطبوعين ما بين البلدين الكل. لعبيت في المطار تمد باسبوراتها ونحن شعب أنصف مريول تونسي برا تعد. يا رسول الله كبرنا شوي. جت الكورونا قلنا ارتاح. جت الكورونا شديتون هاو جونس هاو فايز الاخر شو اسمه الاخر استرا هذاك استرا زينيكا بالله تنوع نتاع دوه انا ذا مش نتاع فاكسان تنوع نتاع دوه. فهمت كيف يا ودي من كثرة الزرار خويا الكبير مشى يشرب في شربة ماء ولا يقتر بكله. جاب ربي جاب ربي استغليني في بلاصة الدوش عندنا دوش مكسر حتى ليه في بلاصة المرشغة ولا ربي العظيم. وعلى ذكر الكورونا يا ودي المرض هذايا كوفيد موجود في العالم الكل اللهم الاعتراف حكم ربي نقفوا على حكم ربي ما نقفوش خويا. أما خويا بين الدول الكل كان نحنا كان نحنا جينا فانتي فيروس هامل راهم بعثوا لنا فيروس سهار يعني فيروس اللي عندنا مطلع اي افطر الفيروس يخرج العشرة متاع الليل يروح الخمسة متاع الصبح. فهموني فيه يا عشبي يا ودي افهم انت نص الليل نص الليل نسمع في حس تحت الدار طليت نسمع في حس نلقى ثلاثة كوفيدات تذكورة معاهم كوفيد ابنية معاهم كوفيد ابنية كارين لوكاسيون ترشقين كعبة جونس ترشقين كعبة جونس. تلفت عليه قلت له معلم برحمة امك يزي بلا كلام زايد للدار يا سما اوكي. قال لي كلام برجولي نحشم باش نقوله في التلفزة ما راني ما سكتلوش حوميني راني نعمل هكا ندخل للدار نجبد وحيدة قدك ثوم ونجرب جرد يا ودي نجري في جرته ورسناها شغال شديته فهمتي يا واش بكشي ولا العظيم الحقيقة. أما ذي الكل كوم والاستغلال متاع التونسي كوم. يا ولدي رانا نعيشوا في بلاد يا لطيف ريت تنوي باش تتوب في البلاد هذيا عادي تلقى السبحة 15000. يا ولدي راهم يستغلوا في المواقف اسمه في مرض مرض راهو نستغلوا مرض يا ابو قلب مرض عبد باش نموت نستغلوا فيه. افهم انت مردح ولد حومتي ولا يبراكي بالكورونا نهار كامل في راس الناج هو بك البافيت هاتش عندك ولا تنكح عليك هاتش عندك ولا تنكح. يا ولدي صدم على حومه بابي مشوار تصفيها وطيشها حومه كامله فرت فرتها حومه كامله فرت. ولا وانت في بالك وقفت غادي حتى في الاسواق ما عادش تسمع تو لا فريب لا حد شيء تو تدخل للسوق خويا من هنا يا جيل ويا زرارق ويا معقمات ومن هنا خويا بافيت يا خو عاك جماعه السهاره اللي يسهروا في الليل كي البنات عملوا لهم بافيت بالدونتيل من هنا بالفون وكاللي ينطروا هذاكم زاد راهم نسوهمش كان نطر عملوا لهم بافيت بالتي ان من هنا والله ربي العظيم. اسمع وما دامنا في البافيت ما دامنا في البافيت على ذكر البافيت اسمع ما غير فضايح ها ما غير فضايح وان شاء الله تفهمون هذه راهي اسمها بافيت بافيت كمامه
مدة الاستهلاك نتاعها ساعتين، نحن شعب زوالي وما في حناش ميسالش 24 ساعة. بابا راهي ماهيش بونية باش تعدي بها شتا كامل، اغسل ولدك اغسل ولدك اغسل ولدك هلو. وفي بالنا ارتحنا بالتكحير من هالسيجار وهالترش كورونا. بابي برحمة تمك سلفني بابيتك تدخل بها البوستة برحمة تمك. يا ودي هاني مريض، هاني مريض نكح. يا ودي قال لي هات، يا ودي هاو تيست بوزيتيف، هات سايب عليك. قال لي زوايا ولا نحن ما نعدوش، نلبس عليهم هما اليوم، نلبس عليهم. يا رسول الله، يا ودي لو شيء حبس المخ رانا مشينا مشينا تهري. اما ريت فذي الكل كورونا بيدها اخويا قالت حلس. ما فهمتنيش كورونا بيدها ايست، والله ورس خايف تضحكي ايست ايست كورونا ايست. افهم انت يا هابط، افهم انت هابط نخدم السباح يا بيوتا يا غالي، ولا هابط نخدم السباح. عرضت لي كورونا، عرضت لي كورونا فهمت، هي كحت وانا هزيت البافيت قالت لي ما تخافش قريب خفيف. وسط لا ليه ليه شدتني من يدي قعدت فهمتي قعدت قالت لي يرضيك هكا ابو شريف شبيكي. قلت لها انستغرامك طالعه من قاره يحكي عليك، بلاتويت كل تحكي عليك هدي. قالت لي ليه الدول الكل. قالت لي ريتها كيفاش تهلوس مني كورونا تذكر اسمي رئيس السين. قالت بنيتو كيكة في سبيطار في 10 أيام بنيها بسي رئيس إيطاليا على ركيب شعب الكل، شعب والكل مشي شعب الكل. جينا هنا قال لي فين كيفين جينا البلاد البارح. قالت لي طلعت للسانك في بالي باش نخدم على روحي كي ترشريشة يحاربوا فيا. قالت لي بالبصل بالبصل يحاربوا فيا بالثوم. اشرب الفيكس اشرب الفيكس يا ودي ما لقلنا حتى دوية حارة الكورونا. أنا بيدي حرد حرت وحارد ليلي خوي. أنا خوي عامل عليه يرحم وديك، مش كون يحب يشري عام يشري عام 2022 هاو كان ماشي شهر برك تشروش اشروه العام تشروه ماشي شهر برك يرحم وديك. أنا راني فدي ما عادش فيها الخدمة ذي. أنا هزيت خوي ساعتي ومشيت اقعدوا فيها. تصفيق أقوى من أكل عشرة في الماي. وعدنا بستاندار طيارة، وعندنا ستاند اب طياره الجمعه الفاتت بقى عملنا ستاند اب يطير يطير طيران. نذكر الساده المشاهدين على ذمتكم 100 مليون كاش نجموا تربحوهم كي تبعتوا حرف ا توا على 85 810 ا بالاس ام اس على 85 810 100 مليون كامله للربح. يعني قالوا 100 مليون وما ادراك 100 مليون والله شو تعمل بهم 100 مليون انت؟ اخو بهم بصل باش نرشرش الكورونا. طلعت السال مش ترشرش 100 مليون باهين به. اسمعني عندي عندي يقول لك الكورونا اثرت شويه على الميموار معناتها والذاكره. صحيح صحيح صحيح. ما تخلينا نجرب معاكم مثلا 5% نتاع 100% قداش يجيو؟ 5% نتاع 100% مليون. اي لين دار باهو كنت نسيت تو نسيت 5% به صحي. 5% نتاع 50 مليون تاع 50 مليون 1.5 قد ايه؟ 2.5 اي معناتها قداش يجيو بالفلوس؟ زوز ونص. زوز ونص برافو والله هو الماتيماتيسيان معناتها. لقيت لقيت شكون الاذكى يبدو انه معناتها كورونا ما ضرتوش ما ضرتوش 3% امور التونسي مع البورسنتاج ما انه احنا في السول توا امور التونسي مع البورسنتاج. شنو هي خونا سلايم اعطانا الابداعات هذا هو يا سلايم. اي يا جماعه عندكم فكره ياسين من احسن ما جابت كره القدم التونسيه ريالات اي ولد ريالات ولد سيسيس بلاي جاوبهم زوز واحد قالك سيسيس واحد داريانا. لا يا ولد داريانا ما لعبت في سيسيس يا بابا ولد داريانا هذا هاكا جاوبكم زوز. شوف الفيتير هذا جايين نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. هذا اجمل مسار في مسيره ياسين مريح نجم دفاع المنتخب الوطني التونسي. ياسين مريح عصام مرحبا ياسين. مرحبا يا مين. كيفاش تبعت الكان باللي انت كمشجع المره هذه مش كلاعب كيفاش تبعت الكان باطوارها الكل؟ والله ستريسي اكثر من العاده معناتها مش كيما تبدا في السلكان ولا تبدا في السيران كيما تبدا البرا تتفرج. دونك تبعت الكان في المنزل مع الوالد وقعدنا نتفرجوا في الكان و باه طرح الاولاني مع كونتر مالي معناتها بينالتي جاتنا ضيعناها مركب هما بينالتي صارت بلبزه في الاخر معناتها تغششنا الحق شويه من بعد صارت الفازه هذيك في الاخر دونك بردنا شويه. ما تعرفش كان انت كيفنا ولا ليه معنا. اكيد ديما كي المنتخب ما يربحش ولا ما يعملش الاداء اللي العباد تستنى فيه اكيد الشعب باش يتغشش. مي من بعد ماتش مالي نتصور بدينا دخلنا ماتش موريتانيا بشوي بشويه بعد جات الهزيمه نتاع غامبيا. انت لعبت كونتر موريتانيا في كوبا راب هكا معناتها يا اخي عندنا مشكله معاهم معناتها ما فهمتش. هما عندهم مشكله معنا ديما معنا كبير ليهم كنا نعرضوا نعطيهم يا اربعه يا خمسه
معناتها ما فهمتش ويبعثوا لنا الحوت زاد ونحن ما فهمتش على شكة معناتها مسكنا صدفة 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 المنتخب الموريتاني ديما معانا سواء في الكوب باراب سواء في كوب دافريك حتى في الكاليفيكاسيون معناتها نتاع كوب دافريك كان معانا صدفة وقاعدين ديما نربحوا فيها خاطر نحن أقوى منها أوتوماتيكمون دونك كيما قلت لك كمان كان شو باللوجيك نتاعك أنت حتى احنا أقوى من جامبيا زاد صحيح صحيح ربحنا جامبيا واحد بليش ما عطتناش الحوت أكيد نحن أقوى من جامبيا وأقوى من برشا إيكيبات ناسيونال معناتها موجودين مي مالوريزمون ساعات الظروف ما تخدمكش ساعات ما تجيش في نهارك سامحني باش نقص عليه باش نقص عليه كي تشوف المنتخب المصري كيفاش يلعب فما ديسيبلين في التيران نحن ما عندناش ديسيبلين في ليكيب ناسيونال ديسيبلين تحكي على تكتيك تاع اي ايش يقول لك ديسيبلين هو ما يتمش تأويل اي الديسيبلين حتى اسمع الديسيبلين كي تظهر على التيران يعني ديسيبلين فما البرة تحب ولا تكره تفرج ما عندهاش علاقه لا انا راه هكا انت تفرج البرة في المنتخبات انا هزيت قال انا من نسمع مش قال مش قال شبيه ترى مصر خويا ما نفس الليكيب ناسيونال قول نحن خويا بالقلب يو كابيلو خليك كابيلو يحكي مانيش كابيلو انا نحكي كما تفرج عادي الليكيب ناسيونال مصر اللي يحكي عليها نحن ربحناها في كوباراب وعملنا درس كروي للمنتخب المصري مع كامل احتراماتنا اليوم ونيجيريا زاد 90 دقيقه ما خليناش تعمل حتى فرصه وما كينها وضيعنا نفس زاد في الفينال كنت تزير عملنا درس كروي الناس الكل تستحق تونس ربح مالوريزمون مونك دي كونسونتاسيون في البتي ديتاي يبدلوا الموازين نتاع نتاع اللعبه ونتاع الماتش فهمت صحيح الكندي ما كناش كنا نتاملوا برشا مي الكندي ما كناش في كيما لعبه تحب ولا كيما حتى الجوارات يحبوا شفت الكان نتاع 2019 مشينا دومي فينال وخسرنا كوت السنغال وظلمونا وكذا كنا نحبذوا الكندي نمشيو لبعيد على الاخر مالوريزمون الظروف تقصير شويه من الاولاد تقصير شويه برشا كورونا شويه كيما قلنا احنا النظام خايب كذا ان شاء الله نعوضوا هذا في البلاش تاع كوب دو موند ان شاء الله نعوضوا في كاس العالم ان شاء الله سمعت زياد برج اهل الذكر البارتي نتاع بوركينا فاسو الحق تاع ربي معناتها قد ما فرحنا كونتر نيجيريا قد ما معناتها المنتخب هذا كابابل انه يفرحك ياسر وكابابل انه يطيح لك الهويه على الاخر احنا فرحنا برشا تروح نيجيريا في بالنا زي تربح المنتخب مرشح انه يهز كوب دافريك قول سي بون الاولاد في السكه تكتيكمون حاضرين يهبطوا ضد بوركينا فاسو خطا دفاعي معناتها تكلف لنا هدف مش عارفش كان لاكس معناتها نهارتها مش في فورم وانت ديفونسور جوستومون في لاكس معناتها لاول مره يلعب بليل لعيفه مع براون مع بعضهم في لاكس خطا نتاع تغطيه يصير اخر ميتون الناس الكل يقول لك سي بون مش يزفر معناتها نصور هذا اللي صار في مخ الملاعبين سي بون مش يزفر مش يجي حد شيك هاو الاكسيون الاخر اللي نحن صار كونتر فماش تغطيه جابونتو لا شوف والله مش خاطر توا معناتها وفيا الكوب دافريك وكذا مي انا كنت متاكد ونحكي مع الاولاد حتى بار واتساب بار ميساج كنت متاكد المنتخب التونسي باش يربح المنتخب النيجيري نحن قللنا شويه من المنتخب التونسي خاطر ضرب النسخه في ثلاثه ماتشات الاولانيين نسخه خايبه شويه مي كي تقارن المنتخب التونسي بمنتخب النيجيري حتى في التاريخ نحن عندنا كيب ناسيونال بي ومع الكبارات معناتها نوريو رواحنا ونحطوا ساقينا على القاع ونوريو شنو المنتخب اللي شنو صار كونتر بوركينا فاسو مالوريزمون يمكن فرحنا اكثر من اللازم وبوركينا فاسو هبطت قريتنا بالكدا ونحن فما 5 6 جوار تيتولير رجعوا من الكورونا بون مش سبب مي 5 6 جوار رجعوا من الكورونا صعيب باش يعملوا 90 دقيقه صعيب باش يعملوا نيفو باهي في لانكار كوب دافريك يقول هذا حاضر يهرب 90 هذا مش حاضر نهبطوا دوزيام ميتون هذا باش نبدا به ونخرجوا معناتها هذا كل يصير قبل هذا صحيح كي يبدا عندك لي جوار اما انت ما عندكش لي جوار ما عندكش ليفيكتيف فهمت مثلا كيما طالبي وبيليه اللي عملوا ديو باهي ثلاثه ماتشات من بعد منتصر يتذهب كان تعطيهم عدد طالبي وبيليه في الاكس على 10 10 زوز 10 10 بيان سور كان تعطيهم 10 10 انت ما عادش تلعب رونترون ليه ليه اللعب هذاك كل شيء بكتبة ربي ما فهمش انا نعطي حق كل واحد حقه 10 10 في الكوب ده فريق ايفي 10 10 بيليه لايف كان نلعب وكان بدلوا الخطه نتاعنا 3 5 2 دونك يوليو 3 توليو 3 مع بعضكم تولي مانيفيك كما 4 خلينا نجيب برشا دفاع الرابعه معكم يقالوا عصفور جنة فازي هزوه به في بعد الكوب دافريك هذايا الناس الكل حطوا الخيبه كامله على مدرب المنتخب منذر الكبير وحده قالوا يتحمل المسؤوليه وتم طرده مباشرة عند وصول المنتخب لتونس هل فعلا منذر الكبير وانت بعين المشاهد تبعت الكان وكنت موجود جوست قبلها في الكوباراب هل فعلا يتحمل مسؤوليه وحده؟ لا وحده لا لي جوار هما لونتونور ولي جوار 50 50 ديما نقول لك انا فهمت سواء خلطنا فينال سواء هزينا تيتر اكيد لونتونور عنده بصمته في الجروب سواء خسرنا فينال ولا ما هزيناش تيتر ولا خرجنا بطريقه سيئه ولا جيده ديما لونتونور يهزها وحده في تونس مي نحن كجوارات نعرفوا 50 50
خاطر هو يعطينا اللي ما كانوش في فورما حسب رايك معناتها ما كانوش بون الكل ما مانيش شاك نقولها مش في فورما راه مش معناتها نشكك في بلان المريول والجرينتا لا لا هذه جمله اما سبحان الله راهي الكره تنجم نهار تهبط في فورما تنجم نهار ما تهبطش في فورما ساغيف معناتها صحيح في فورما صحيح كل لعبه اللي خانتهم الفورما تروح للخراني مثلا قلت لي 50 50 50 المدرب اوكي 50% من اللعبه شكون هي اكثر جوات ما كانتش في فورما الحق الكندي فهمت بخلاف كما قلنا بلال منصر شوية دراجل أهم حاجة الحارس بشير اللي معناتها اكتشفناه توا وإن شاء الله ربي يبقي عليه صوت باقي الكل مش معناتها غايب عليهم الفورمة فهمت ماتش يعطيك ماتش ليه فماش استابيليتي في النظمة نتاعهم إن شاء الله الشيء هذا نحطوه على جنب وعندنا توا باراج كوب دو موند الشهر الجاي أهم حاجة اللي لازمنا نحظوا بها ونمشي كأس عالم إن شاء الله. به بعض من الأصوات اللي موجودة اليوم في تونس في المجال الرياضي تقول لك تو أنت اعترفت أنه الإطار الفني في جانب من الفشل واختزلت الجانب فقط في مدرب المنتخب منذر الكبير في المقابل المساعد نتاعو جلال قادري خليته هو المدرب الأول للمنتخب وقت هو كان تحب ولا تكره جزء من الفشل زاد كيف كيف. شوف قبل كل شيء تحية لسيمون دو سي جلال أنا ما نعرفش نظريتي أنا كملاعبي ولا كعبد يتفاجئ من برا صعيب ياسر تجيب مدرب توا على خاطر ما عندوش حتى 5 سيونس دونتيلمون قبل باراج كوب دو موند معناتها شفت 5 سيونس دونتيلمون باش يتعرف عليهم على الجروب صحيح عنده فيزيوناج عنده هكا يتبع هذا مي الحقيقة لا فيريتي هو المستطيل الأخضر امبوسيبل تجيب عبد توا تريسكي بونتونور حتى كان كبير ولا اونتونور في كاليبر كبير باش تيسكي بيه في 5 سيونس وكل عام صارت مع كرول وشفت كيفاش ما مشيناش كوب دو موند بورتون رود كرول معناتها مدرب كبير واسم كبير مي ما مشيش انا باش نعطيك اللي تحكيه في الكواليس انت قول لي كان سمعت بيه الكلام هذا ولا ومحلي الحوار معك شيق برشا بارك الله فيك هل تم فعلا سمعتوا كلام انتم كملاعبيه اللي فما كانت نيه على الاستغناء على منظر الكبير وبعد الخساره ضد المنتخب السوري في الكوباراب كان برشا كلام قال انه سيتم اقالته وتعويضه وقتها بالمدرب فوزي البنزرتي فما كلام قاعد يتقال وقتها خرجت اشاعات وقالوا فعلا وديع الجريد تصل بمدربين اخرين معناتها انتم كلاعبين سمعتوا بيه الكلام كان كملاعبي وفي وسط معناتها في وسط الفيستير في وسط التيران الحقيقه لا معناتها حتى رئيس الجامعه ديما يقول لونتونور عندنا ثقه فيه الجروب عندي ثقه فيكم كذا مي الفيسبوك تو هو اللي قاعد نوعا ما يتحكم في الشان هذايا معناتها قاعد يواجه واحد يخرج يقول بي وعلي بي وعلي بعدين هكا قاعد توضح لنا في برشا امور عند الجمهور الرياضي كان داخله بعض يقول لك مثلا منظر الكبير ما يحكمش في البنك صحيحه ولا غلطه المعلومه هذه غلطه 1000% حسب ما نشوف انا وانا ما قعدتش على البنك مي فما لا على البنك يقول بنك فيستير معناتها بصفه عامه لا غلطه 1000% مدرب الحقيقه جوات كل نحترموه برشا ونحبوه برشا على الصعيد الشخصي انسان متربي برشا وكذا على الصعيد الرياضي نحن انسان محترم بالنسبه لي نحن نقدروه ونحترموه وهو كيف كيف بعض ايضا يقول ان وديع الجاري رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم فما حتى شكون لعبه قالوا هو اللي هبط في التشكيله مش منظر الكبير انا هذه ما شفتهاش هبط التشكيله وحط جوارات انا هذايا ما شفتهاش وبالنسبه لي انا حاجه مستحيله وحاجه اشاعه نشوف في مدرب يراني فينا يهبط في الفورماسيون نشوف في العباد شكون قاعد انا مليح في ليزونتيلمون شكون خير شكون يعطي في الماتش هذا شكون يعطي في الماتش اللي بعده هذا كل كيما قلت لك فيسبوك والاعلام تاع الفيسبوك مالوريزمون تو ولا تهكا في تونس معناتها الفيسبوك هو اللي يحكم في الضيافه هو وديع سامحني مشي بالفيسبوك انت كي تشوف عامين ونص يخدم في جروب منظر الكبير معناتها من باب الاخلاقيات ما تجيش من المطار تنحيه خليه يروح خليه يبوس صغاره خليه كذا من بعد جيبه راس هكا تراه منظر عملت معانا مشوار به يا خويا قدم انت استقالتك كل تهنتل بالنسبه لي على الفيسبوك هو على الفيسبوك طول ما الراجل ميم با ما فاتش ريفري شوب انا ريت كي يصير هكا يهزني كي يصير هكا يهزني السؤال بيتيتر جو بونس بيسوا بعضهم معناتها في الكاميرون و لا لا هو ما قعدش ما جاش رئيس الجامعه معنا خاطر عضو هو في الكاف قعد مازال هو عضو في الكاف ما ينجمش يروح بيسوا وكتب جو بونس تفهموا غادي هذا يهزنا لاشاعه اخرى ريت انت وجودك معنا مهم اليوم نوضح وضح لنا كل شيء هكا الرؤيه هل علاقه متوتره لا بالعكس انت بتعيش في وسط المنتخب هل العلاقه فعلا متوتره كما خارج في الفيسبوك وكما تحكي على اشاعات الفيسبوك بين رئيس الجامعه ومدرب المنتخب؟ شوف على حسب شفت معناتها نظرتي انا جامي دلافي ديما نعيشوا
عائله بريسك عائله فريمون دوزيام فامي معناتها عندنا نعيشوا فيها كان فما حاجه تتقال بالمكشوف فهمت مي نحن علاقه احترام مع رئيس الجامعه مع المدرب مع الملاعبيه علاقه كل احترام العائله جسم كي واحد فيهم يتظلم يتكلموا البقي نورمال هذاش معناتها عائله بيان سيو هذا فان كان واحد من العائله يتجرى له حاجه ولا يتظلم يخرج العائله كل تتكلم تقول ليه فلان راه ظلمته اكيد هل سكوت العائله على استبعاد معز حسن حارس المنتخب الوطني التونسي هو معناتها من قبيل الاعتراف بانه ما يستحقش يكون موجود؟ هذا السؤال والله ما فهمتك. معز حسن حارس المنتخب الوطني التونسي هل سكوت العائله على استبعاده من قائمه الكان؟ معناتها العائله الملاعبيه اللي طرف سكتوا معناتها اوكي ما عايتوش معناتها هل هو يعتبر اعتراف بانه يتحمل مسؤوليه فشل في الكوباراب؟ شوف نحن كي جواري يتنحى ولا يقعد بون كي تظلم كي تظلم 100% هل تعتبره تظلم معز حسن؟ رايك يلزمك كان انت راه معناتها مش بعد ماكش تحكي باسم المنتخب تحكي باسمك انت كملاعب اكيد هو حارس عنده قيمته قبل كل شيء عنده قيمته الفنيه وقيمته في المنتخب التونسي وعنده بوكو دو كاليتي وانا رايي الشخصي عنده برشا كاليتي من احسن الحراس في تونس مي بعد لي شيك اللي قاعدين ناكلوا فيهم في ليكيب ناسيونال الجول ما عندناش جول ستابل صحيح معناتها شك ماتش نعملوا ثلاثة أربع ماتشات باهيين نقولوا اه هذا الجول من بعد يغلط مسكين عاد نبدلوا جول دونك جو بونس ليتا الفني حب يجدد ثقته في جول الاخرين انا نبني على كلامك ونحاه اي نبني على كلامك انت قلت كي يغلط الجول نحيه وهذا لوجيك برشا هل الاعتراف هذا منك انه الهدف اللي قبلناه ضد المنتخب الجزائري هو غلطه من معز حسن اكيد تتحملوا الناس كل مي هو اكيد فيه عنده شويه دخل فهمت مي تتحملوا الناس الكل هو كيف هو مثلا غلط كنت زي منعنا كل عام كنت السنغال فهمت سا سي سي مش باش حد ما يلوم عليا الناس الكل نغلط انا نغلط غيري يغلط هذا يا كوره ومجعولين الناس الكل باش نغلط مشكله في ليبول نتاعو ما نجمش يهز يده معناتها غلطه لونترينور اللي دخله يعرف اللي هو عنده مشكله حاطين واحد وراه يهز يده بلاصه كاردي في ليبول نتاعو معناتها نعرف الله يا هذا من تغيب عليا الحقيقه تغيب عليا هذا رونالدو قالوا لها تغيب عليا الملاحظه هذه تغيب عليا الحقيقه هذوما هذوما تفاصيل طبيه ما قول كبير صحيح سمعت كيف كيفكم ما عنديش معلومه مؤكده من المعلومه المؤكده اللي عندي انه مغادره في وسط الكان لواحد مهم برشا قبل كان معناتها العنصر مهم برشا عادل السليمي في المنتخب الوطني التونسي انه يستقيل بهذه الطريقه معناتها الكلام اللي تسمع من بعض واللي تقال من بعض موجود على بنك الاحتياط ماتش الجزائر يقولون انه تم اقالته ولا استبعاده ولا هو مشى بسبب الهدف اللي كان الثاني اللي ماركيه المنتخب الجزائري يقولون عادل السليمي طلب من معز حسن يطلع للاتاك وقت اللي منظر الكبير قالوا ليه ما يطلعش وفعلا طلع وتمركى بونتو الثاني انت موجود على معناتها على البنك وقتها ولا لا مش على البنك الفوق البنك فهمت معناتها تنجم تعطينا معلومه صحيحه على الاقل على اللي شفته انت ما نجمش نعطيك معلومه 100% خاطر هذه ما سمعتهاش انا اللي شفت كان الجول طلع من بعد الدولة المعلومة هذه كانوا لونتونور بي لونتونور قال ما تطلعش زي لونتونور قال اطلع خاطر 120 دقيقة وصاي وماذا بينا نعدلوا بوتيتي تجي في راسي وما كذا كذا مي المعلومة الحقيقة هذه تغيب علي مي جو بونس با كان معناتها سي عادل السليمي ما شاء الله كم لاعب محترم جدا وكارير كبيرة وكمدرب زاد انسان على الصعيد الشخصي محترم جدا يقولوا خاطر صار خلاف بيناتهم بعد المباراة بين منذر الكبير وعادل السليمي بسبب الهدف هذا لا اطلع لا ما تطلعش لا ما تطلعش تركب وانتو ما نسواش خاطر علاقتهم انت كان جيت وقت المدرب تقول له يطلع ولا ما يطلعش شكون؟ انا كيجي المدرب تي ندخل انا ماركي وقتها 120 دقيقة تي ندخل بالعكاكز وندخل بولي ماركي مالوريزمون ما ماركينياش هكا باهي عندك سؤال تفضل كابيلو تفضل مش كابيلو ما تفرج خاطر بالحق تشويت على ليكيب ناسيونال والله فرحنا على الاخر في نيجيريا يعلم ربي واحد مصبح ومشى الراديو يخدم وكل بلنج انت من بعد يا ودي مبلش والله شيخنا والله خاطر عندنا كان ليكيب ناسيونال شيخ بالحق يوسف المساكني معناتها يحكم في يقول لك يوسف المساكني ديما سؤال يدور حتى ترقى دي كومنتير الكل يقول لك يوسف يحكم في الفيستير معناتها عنده كلمته يدوش لون يدوش لون يدوش لون يدوش لون لا بالحق هذايا ديما تدور معناتها حتى نقراو فيها على بال ما قاش روحك قعدت جمعتين ما داوش على بالك شهر هذا شكرا كابيلو تفضل ليه 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 ايش اشاعه اول حاجه مش في جيبك جواب دبلوماسي
مش موجوده منها الحكايه. يسر مساكني ملاعبي كل ملاعبي الكل كيفي كيف كيف هو كيف رجاني كيف باش ملاعبي لعبه ما شاء الله 70 80 ماتش في المنتخب. صحيح هو اقدم جوار هو وهبي الخزري اكيد باش يكون عنده كلمته مش في الفيستيا معناتها باش يكون عنده كلمته في الجروب بحكم هو بريمي كابيتان معناتها ريسبونسابل على الكبيره والصغيره في وسط الجروب في وسط المجموعه دونك اكيد باش يكون عنده كلمته في الباهي قبل الخايب. ماذا يحكم وما يحكمش ما عندناش في الكيب ناسيونال حتى احنا نكملوا بزوز اسئله معناتها على زوز اسئله باهي عرفت كلمه والله فرحت باش معناها هذا زاز مشنقه هيا هو بجنبك هذاك زيد مشنقه هو بجنبك باهي وهذا المشنق القبيل قلت لي قبيله معناتها ديما نبني على الاجابات نتاعي قلت لي قبيله انه معناتها هذاك الافكتيف الموجود وقتها ما كناش عندنا مارج نتاع مانوفر كبيره برشا في لي شونجمون اللي نجموا نعملوهم برشا زاد مرضوا بالكورونا لكن بعد كي يرجع بيا الوقت تلقى فما زوز ملاعبيه تم استبعادهم بطريقه غريبه شوي في المنتخب الوطني التونسي تعرفتم شكون زوز ملاعبيه نحكي عليهم ساعه فرجاني وكشري دانس اكيد وجدي وفرجاني معناتها فرجاني سيسي قالوا مريض بالكورونا وقت اللي نعرفوا شكون مريض في المنتخب وخلطتم بعض وعادي وقت فرجاني سيسي لعب ويلعب مع الليكيب نتاعو ويتدرب ولاباس عليه وبرا من الكورونا ما هزوش. شوف بالنسبه لفرجاني خاطر اقرب ليا باش معناتها من وجدي وجدي صاحبي وبي مي فرجاني ديما لي كونتاكت معاه. فرجاني كان باش يجي هذا اللي نعرف ومرض بالكورونا دونك نورمالمون الكورونا يعطيوه دي جو هذا حسب كلام فرجاني وحسب كلام الطبيب نتاعنا يوسف مساكي مرض بالكورونا قبل فرجاني فرجاني كمل بالشامبيونان بعد قبل فرجاني وخلط بعد خلط يوسف مرض قبل فرجاني ومن بعد جاء بعد لا سو سو بعد تاكد من بعد مرض وخلط فرجاني معناتها خلط من بعد بعد وخلط هذا احنا بعد اللي حكي عليه خاطر فما الوقت نتاع ليستا تتقيد فهمت يوسف مرض معناتها بعد بعد يوسف مرض من بعد اما تقيد في الليستا صاير دخل في الليستا فرجاني مازالت ما عرفتش الليستا هو مرض بالكورونا دونك الطبيب هذا اللي نعرفه انا ديما نبني على كلام اللي نعرفه انا الطبيب عطاه 10 ايام باهو بدا في 6 ايام ورجع يترانا دونك حاسب يعطيه 10 ايام اسمه ما يدخلش في الليستا اللي باش يمشي لكوب دافريك فهمتني ولا دونك هو بدا في 6 ايام ورجع يلعب كيفاش اللي هبط معناتها تدوينه متغشش كيفاش ما تمش استدعاء معناتها انت تتفاهم الغش نتاعه ولا لسه اكيد كل واحد يحب يمشي للكيب ناسيونال فما واحد ما يحبش يلبس دراب البلاد ولا يحبش يلبس مايو للكيب ناسيونال ابي تو معناتها الشعب كامل يشجع فيك معناتها كان عنده بلاصه في بعض الاطراح انه يلعب كشريده ولا حرام ما مشي بيان سور بون فما دراك ساعه هو وحمزه ما شاء الله عليهم دراكر ما شاء الله تو اي ما شاء الله عليه او قلت تغزم ما شاء الله عليه لحظه زيد خلينا نشد الامور في بش يخطلونا يا اخي تبدا في الكوره امور كوره باش نبدا منظم ابش اسمعني ياسين نقول لك انا غلطت امور كوره ما شاء الله عليه مش خاطر لعب طرح خايب معناتها راه مش ملاعب مش نقول هكا لعب كوبارا من احسن ملاعبيه لعب طرح باهين لكن شنو اللي صار؟ ما عمل حتى سونتراج صحيح خويا ماتش ساري ساغي كوب دافريك هذه اي كوب حتى مثلا ماتش نيجيري هو على الصعيد معناتها كيما نقول نحن ديفونسيفمون لعب لك دي مي اوفونسيفمون ما عطاش معناتها الرابور اللي يعطي فيه محمد دراج كان ينجم وقتها يكون عندك تشريده على البنك كان ينجم كذا مش تشريده اكيد هو اكيد عنده بلاصته وعنده معناتها البصمه نتاعه وعنده الاضافه نتاعه في ليكيب ناسيونال سا سي سور باهي مجموعه من الاسئله تيك تاك مع تيك تاك معناتها خمس ست ثواني تجاوبني عليهم حط في الساك خش تخمم برشا السؤال الاولاني احسن مدرب ترينيت عنده شكون؟ نبيل معلول هل تطالب بعودته كما توا قاعدين نشوفوا على فيسبوك المنتخب تدريب المنتخب؟ انا ما طالب شيء كان يرجع لفائدة المنتخب بيان سور اونتونور كبير ويعرف يراني وابيتو يعرف الجروب هذا وينجم ان شاء الله يمشي مع البعيد ان شاء الله رايك في الكلام اللي تقال جوستومون انه معلول هو اللي طلعك المنتخب شي سامسر فيك؟ طلعني المنتخب بيا ما يسام سيفيا ما نعرفش هذايا حاجه يحكي فيها الشارع يمكن برا انا ما سمعتهاش اما هو طلعني ليكيب ناسيونال جابني من صفاقس اعطاني فرصتي وجو بونس كنت قد المسؤوليه انا كان يتفرج فينا نبيل معناتها عندي ميساج صغير نبيل معلول كان قاعد يتفرج فينا توا نقولوا راك معناتها تعتبر من احسن اللاعبين جابتهم كره قدم تونسية واحسن ممرن ومن احسن مدربين ممرن. جابتهم كره أكيد. قدم تونسية وارقامك تحكي عليك ماكش مستحق انه عبيد احسن قهوه في ريرا نتاع كل احسن انا هو اكثر مهاجم يتعبك الخنيسي ياسين سالتش على احواله تو اي انا وياه اون كونتاكت ديما في الانستغرام ديما انا وياه اون كونتاكت ما شاء الله رجع يمركي وان شاء الله يرجع يقعد طريقه خروجه من الترجي استفزتك ولا ياسين والله ما عنديش الكواليس مي ربي عوضه ونتصور ما خير وان شاء الله يرجع لمستواه عن قريب ان شاء الله. احسن مهاجم حاليا في تونس حسب رايك شكون؟ قالوا في الشامبيونات تاع تونس؟ لا لا في المنتخب.
ماما جزيري. جزيري ماما، عرفت شكون ماما؟ ميغال ماما. ماما ماما الجزيري. باه، احسن مدافع حاليا في المنتخب شكون؟ طالبينيو. طالبي. طالب. متصاب. احسن وسط ميدان دفاعي. سخيري. ليس سخيري. هكا نجم نتغشوا عليك راه. عليه؟ من احسن اللاعبيه في بطوله المانيا، اي؟ مع المنتخب الوطني التونسي، امور ارقام، اي؟ نسر هذا. باسيت غالطه كانت نجم تعطي كويرف مع المنتخب، رينا منه. رينا منه. شوف امين، ما شاء الله لعب يمكن 50 ماتش، كي يعطيك في 45 ماتش ويغلط في خمسه. يسيرش مكابيس كنت مزار والخمسه جو في خمسه يعطيك 45 ماتش وما شاء الله في التوب نيفو الناس كلنا نفتخروا به ما فيها بيس هابيتو الجويل هو عبد راه معناتها مالو كان باش يغلط اي انت شويو يا ودي باش نحن مشويين والله مالو كان باش يغلط خليه يجي هو مشوي انا ما عملتش شيء ساكت كان مطلوب منك تختار مدافع يلعب معك في الاكس شكون؟ زياد المكي بالبولش انا نلعب زياد بولش والله راهو نحبوا ليكيب ناسيونال مش في وجهه راهو انسان متربي ونموت عليه وربي يفضله اما نحبوا ليكيب ناسيونال والله بالعكس 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 مش بالعكس وفات الاسئله السريعه مع تجربه كبيره في الاوروب اولمبياكوس اطراح كبيره برشا معناتها البعض يقولون الخليج تكون هي المراحل الاخيره في الكارير انت توافق اليوم ولا تبدلت الفكره اليوم هذا ما عادش الخليج هي الكارير فهاد كارير شوف المراحل الاخيره في الكارير كي تبدا تكون تلعب في الاوروب مي مراحل متقدمه كي تبدا جاي من تونس ولا جاي من شامبيون اخر تمشي للخليج الحقيقه بارابور شامبيون تونس مالوريزمون هي كلمه متحب مش باهيه مي هذه حقيقه هربوا بينا هروب في النواحي الكل تكتيكيا تكنيكمون ماديا كل شيء هربوا بينا باه فريقك المفضل كوبا ذا حسبك شكون باش يهز كوب افريكا ذا بوركينا فاسو لا انا جو بونس السنغال السنغال هي اللي باش تهز الشامبيون ان شاء الله في بالك اللي فما شويه لو ما عليك انت في ستوري كنت هبطت هزت ستوري تاع تيتك يا تيتك ليه مش لو كنت عملت حاجات اللي بعض لاموك عليها معناتها في ستوري هي الحقيقه كنت انا هبطت ستوري قبل ماتش نيجيريا انا ما هبطش بعد ماتش نيجيريا برك هبطت سوري بعد ماتش نيجيريا الغنيه تيتك يا تيتك الخونة سفيان داش تحيه ليه دونك قلت حاجه ما تعجبش وابريتو هذا ايكيب ناسيونال وهما جوارات معناتها يقعدوا مالهم كان توانسه فهمت وانا عندي الغيره اصحابي وانا منهم معناتها دونك كي ربحت تونس نيجيريا كانت الرياكسيون تاعي معناتها الجواب ما في اللفا هو طلبني وطلب السماح وسوا في الراديو سوا طلب مني انا سماح وانا زاد كيف كيف قبلت السماح ونطلب منه زاد سماح كان انا غلط معاك قدام الكاميرا بتشعل لك هيا نحبك تحكي مع الجمهور التونسي ماتش مالي بعد الخيبه هذه شنو نقولوا لهم؟ ماتش مالي ماتش مالي اي براج نتاع في بالك شنو تقول؟ اللي سمعته كونه معناتها الماتش الروتور فيه الجمهور دونك جو بونس باش تجيو 60,000 متفرج و 10 مليون ولا 12 مليون تونسي ان شاء الله نكونوا على ليكيب ناسيونال ابيتو حلم دوزيام كوب دو موند على بعضه دونك حلم للشعب حلم للملاعبيه حلم للمسؤولين حلم لتونس كامله ان شاء الله نتشحوا كوب دو موند وان شاء الله الملاعبيه يكونوا في نهارهم الجورجي وان شاء الله الشعب يفرح خاطر نقصته الفرحه وما تفرحش هل باسم زملائك تطلب السماح من التوانسه من الشعب التونسي اللي تبع الكره وجاته خايبه؟ بيان سور مادام لوبجيكتيف ماهوش اتان خاطر اقل لوبجيكتيف عندنا في لي كومبيتيسيون كل ديما دومي فينال دونك مادام لوبجيكتيف مش اتان ديما نقولوا ان شاء الله الشعب معناتها معناتها كيما نقولوا احنا يعذرنا ان شاء الله الشعب معناتها كي نطلبوا من السماح يسامحنا مي نعرفوا نحن الشعب التونسي شعب حنين ويحب ليكيب ناسيونال ابريتو نحن ماشيين نشرفوا في رايه البلاد والولاد معناتها جنود من جنود الوطن بالكوره دونك ان شاء الله في الكوب دو موند يعوضوا الناس كل تفرح والناس كل تنسى معناتها الكوب دافريكا هذا اللي هو بطبيعته معناتها تعدى معناتها تعديت مشيت على روحها الجاي هو اللي اهم ملاعبيه بالمونتاليتي اللي كيف كنت متاكد ان شاء الله باش نكونوا رابحين نشكرك برشا على الجايه بحضنا رغم اللي نزلت تعب شويه بساقي ان شاء الله باللطف وان شاء الله لاباس فرحان برشا مستقبلنا اليوم ياسين مريح نجم المنتخب الوطني التونسي الكلمه الاخيره شنو تحب تقول؟ نشكرك برشا على الدعوه محليكم كجروب و ان شاء الله تونس ديما الفوق ان شاء الله يا ربي تونس ان شاء الله يا ربي تونس ديما الفوق سادة المشاهدين قبل ما تمشي تعمل تجيب كاس بي وتعاود ترجع نذكرك مره اخرى اللي تنجم تربح 100 مليون كي تبعت حرف ا بالاس ام اس على 85 810 وداعنا الفقر مرحبا 100 مليون ا بالاس ام اس على 85
810. ياسين يعطيك الصحة، في الأمان، باي باي. نطرحنا راجعين بعد الإشهار.